يزور وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى جمهورية الصين الشعبية هذا الأسبوع في زيارة ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. يتألف الوفد البحريني برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وسعادة السيد خالد رميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وسعادة الدكتور أنور العبدالله سفير مملكة البحرين لدى الصين والسيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن القطاعين العام والخاص. للحديث حول مضمون هذه الزيارة والأهداف الرئيسة معنا عبر الهاتف معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة. أسعد الله مساءكم معالي المحافظ. بداية ما هو الهدف من الجولة الترويجية التي ستقومون بها إلى جمهورية الصين؟ طبعا الهدف الرئيسي هو تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين وخلق علاقات وطيدة مع الصين مع مدن جديدة. ولا شك أن في بداية الزيارة بيكون هو حضور معرض الصين للتكنولوجيا المتقدم اللي طبعا يعتبر من أهم المعارض في مدينة شينجن واللي سبق أن محافظة العاصمة وقعت اتفاقية صداقة مع هذه المدينة. نعم معالي المحافظ، أبرز محطات الجولة الترويجية لهذه الزيارة، وهل سوف يكون هناك لقاءات اقتصادية بين الوفد البحريني والوفد الصيني؟ طبعا لا شك أن المجلس الاقتصادي تنظيمة لهذه الفعالية ما شاء الله حافلي فيها خمس محطات لمدن مختلفة مهمة وأهمها مثل ما قلنا شينجن ومعرض التكنولوجيا، وهو فرصة لتجديد العلاقة وتفعيل مذكرة التعاون اللي بيننا وبينهم. أيضا بنزور مدينة هانغشو وهي مدينة مهمة وهي موطن لشركة علي بابا، وإحنا في مشروع مذكرة صداقة بيننا وبينهم الآن في مرحلة الدراسة إن شاء الله. نعم. ونتوقع إن شاء الله إنجازها عما قريب. وأيضا بنروح إلى العاصمة بكين وأيضا بنزور منطقة هيبي بروفنس لنلتقي بمحافظ المنطقة. نعم معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.